يقول: أسأل عن الآية الكريمة: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. نعم، الشيطان يحبب للمسلمين شرب الخمر والتعامل بالميسر وهو القمار، لأن هذا يضرهم، فهو يريد لهم الضرر ويريد إغلالهم والعياذ بالله، ويريد أن يصدهم عن الصلاة، عن ذكر الله، يصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة. هذا مقصود الشيطان من الخمر والميسر، وعلى المسلم أن يتجنب الخمر والميسر وسائر المحرمات. نعم.